توفيت اليوم الإعلامية والمذيعة في تلفزيون عدن سميرة طاهر خالد عن عمر ناهز 67 عاماً، وقد التحقت بتلفزيون عدن عام 1975 بعد تخرجها من الثانوية العامة، حيث عملت كمذيعة إلى عام 1981. وأما عن سبب الوفاة فتوفي نتيجة صراع طويل مع المرض، ولم يتم الكشف عن سبب المرض التي كانت تعاني منه. وتركت الشاشة بعد وفاة زوجها الكبير أحمد سعيد الحاج، نائب مدير التلفزيون ومدير عام البرامج، لتعمل كمذيعة أخبار إلى أن تم إغلاق مبنى التلفزيون عام 2015. ونعت وزارة الإعلام اليوم المذيعة القديرة سميرة طاهر خالد التي فارقت الحياة بعد حياة حافلة بالكفاح. وقال البيان إن القطاع الإعلامي فقد برحيل الفقيدة والمذيعة التي قدمت للعمل الإعلامي من جهدها ووقتها الكثير، وكانت لها إطالتها على شاشة تلفزيون عدن منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، ولم تترك الشاشة إلا لتعطي في مجال التحرير الإخباري، تعمل دون كلل أو ملل. وأضاف: لقد كانت فقيدتنا الراحلة مثالا للوطن المخلص والإعلام المهني والإنسان المحب لزملائه، وكانت محبة لمهنتها ومجتمعها، وقد حظت بتقدير واحترام كل الزملاء. واليوم نتقدم بخالص العزاء والمؤاساة إلى كافة أفراد أسرتها وجميع الزملاء ومحبيها، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.